مين احنا بنعمل حاجة عن العلاج النفسي للمدمنين؟ بناخد رأي الناس في قد ايه العلاج النفسي ممكن يكون مؤثر في حياة المدمن. في رأيك هل العلاج النفسي للمدمنين مؤثر، وهل شفت حالات قدامك، او يعني ايه وجهة نظرك في الموضوع؟ بصوا، انا ما شفتش حالات قدامي، بس اعتقد العلاج النفسي هيأثر كتير، لان كون انه هو يلجأ للادمان فدي برضو حالة نفسية، فالعلاج النفسي اكيد هيأثر فيها كتير، هيفرق. هو يعني انا بصراحه ما اعرفش حد بطريقه يعني خاصه يعني، بس الفكره في العموم اكيد فكره مهمه، واكيد اي حد مدمن هيكون بيعدي اصلا بمشكله نفسيه، فاكيد هتحتاج ان هو يتعالج. يعني الموضوع مهم، شايف انها حاجه مهمه، ومهمه للمدمنين والاسره بتاعتهم كمان عشان يستعدوا للتعامل مع اللي هي يعني هي بيسموها بروسيس، يعني هي العلاج ده بيجي على مراحل، فمحتاجين برضو يبقوا فاهمين ايه اللي المفروض يحصل في الاول. ممكن يحصل انتكاسه يرجع تاني، اللي هو كلام ساعات كتير بيشوفوه في التلفزيون وكده، بس ما بيبقوش عارفين يتعاملوا معاه. فلا يعني التاهيل مهم، مهم جدا. دي حاجه كويسه جدا، لانها بتساعد المدمن ان هو يبطل الحاجه اللي هو بيعملها، او يبطل الحاجه اللي هو بتضره، ان هو يقدر ما يرجعش خالص للتدمين مره ثانيه، سوري للادمان مره ثانيه. فدي حاجه كويسه، يعني حاجه من زائد العلاج، يعني مش كل حاجه العلاج، لازم في تاهيل نفسي، لازم ان هو يبقى في تاهيل نفسي اللي هو يساعده ان هو لا خلاص مش هرجع لحاجه زي كده ثاني. عشان العلاج من غير تاهيل نفسي مش هيعمل اي حاجه، انت كده تاخد علاج هيجي بعد كده النفسيه هيرجع له ثاني، نرجع نقطه الصفر ثاني يعني. فمحتاجين احنا حاجه تاهيل نفسي، لازم يبقى في درجه اكبر من العلاج، يعني يبقى في توازن بينها وبين العلاج، مش كل حاجه العلاج. اعتقد التاهيل النفسي بشكل طبيعي هيكون افضل من العقير 100%، يعني لان التجارب اثبتت ان اي مشكله، اي علاج حتى لو كان مرض عضوي، التاهيل لو تم تاهيل المريض بشكل جيد، تهيئته ان هو يتقبل العلاج نفسه، تهيئته ان هو هيستطيع ان هو يتدارك المرض وفي معدلات نسبه شفاء مرتفعه، ده هيكون هينعكس بشكل ايجابي عليه حتى لو هو مريض. يعني ممكن قد يكون في بعض الاحيان بعض المرضى بامراض خطيره، المرض الخطير ده قد لا يرجى شفائه، ولكن ممكن ان هو التعامل معاه نفسيا ويعيش في جو في سعاده وفي انبساط وفي فرح وفي وتداول العقار بشكل منتظم، اعتقد ان ده ممكن يكون 50%، يعني 50% من اي علاج. حتى اساتذه الطب النفسي نفسهم قالوا ان 50% من اي او 20% من اي مرض في العالم اكتئاب، يعني اي مرض بيجي يكون فيه 20% اكتئاب. فبالتالي لو انت لعبت على نسبه الاكتئاب او ارتفعت عندك معدل التاهيل النفسي، اعتقد ان هو ممكن المرض نفسه يزول. اللي بيجي في دماغك بقى لما تسمع ان حد بيتعالج نفسيا من حاجه، ولا ليكن الادمان او اي شيء تاني؟ في الاول كنت يعني بفتكر ان دي مثلا حاجه اللي هو غلط مثلا ان حد يروح، او تبقى حاجه عيب في المجتمع يعني. بس اعتقد ان في الاونه الاخيره الموضوع ابتدى يزيد بشكل كبير يعني. فاعتقد دلوقتي المجتمع يعني وجهة نظره عن الموضوع اتغيرت، فبقى عادي ان انت تروح لدكتور نفسي مثلا، وان هو يعني ما اكيد كلنا فينا امراض نفسيه يعني. مش منتشر في المجتمع المصري، ولكن ده ليه اسبابه، ان المجتمع المصري يعني ممكن نقول 50% 60% تحت خط الفقر، فالنفسيه نفسها زفت يعني، فهتلاقي نفسيتهم نفسها غير مؤهله ان هم يتقبلوا الوضع اللي هم عليه. فهتلاقي الناس نفسها لما اللي يصاب بمرض وهو في حاله فقيره، هتلاقي نفسيته بتزداد سوءا، فهو بيفكر ان هو يتعالج، ما بيفكرش في 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 في, في, في نفسية. ما فيش قناعه، ما فيش اطمئنان عند الناس. فبالتالي يعني العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه برضو ليها تاثير. ده طبعا انا يعني حد يعرفه صديق، التاهيل النفسي ده حاجه ضروريه يعني. هو جه خد علاج وخد كل حاجه، وخد قعد مده كبيره جدا، قعد حوالي سنه او سنتين، وبعد كل دوت النفسيه بتاعته وحشه، فرجع ولا كانه عمل اي حاجه ثاني، ومصاريف وتكاليف وحاجات كتير دفعوها، لكن جه في الاخر زي ما هو ما فيش اي جديد خالص. ليه؟ الدور العائله معاه، الدور النفسي معاه، اخواته واصدقائه، مفيش حد واقف جنبه، مفيش حد بيساعده، فرجع للصفر مره ثانيه. فهو التاهيل النفسي او العامل النفسي ده حاجه اساسيه زائد العلاج، مش كل حاجه العلاج، لازم برضو حته النفس وحته الاصدقاء اللي حواليه وحته العيله وحته الدعم الموجود معاه. انا بشوف انها منتشره في الاطار اللي احتاجها، يعني جايز اللي ما عندوش حد يعرفه شخصيا ممكن يكون مش عارف الموضوع بيمشي ازاي. انما الادويه مش وحشه، بس لازم طبعا دكاتره يكتبوها. فلو الدكاتره كاتبين ادويه ماشي، بس برضو الادويه بتتعامل مع الاثر الكيميائي بتاع المواد المخدره،
إنما لا يزال الأثر النفسي هو الأقوى. الارتباط بمادة أو الاعتماد عليها هو المشكلة اللي بتحتاج ساعتها تأهيل نفسي. ففي كل الحالات سواء في أدوية أو لا، لا تأهيل مهم، يعني صعب قوي حد يتعالج من غيره. هي بقتش زي الأول، يعني مش بنفس التحفظات بتاعة زمان. دلوقتي الدنيا بقت أحسن شوية، الناس بقى عندها وعي أكتر وبقت مثقفة أكتر في الحتة دي، بس برضو مش يعني لسه مش بالطريقة المفروض تكون بيها. يعني الناس ما عندهاش ثقافة قوي، بس أحسن من زمان.